والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. ورجاء رمزي، أهلا بك رجاء. أهلا بك سحر، أهلا بك دينا. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. شهد وزير الكهرباء محمد شاكر توقيع عقد بين شركة سيمنز وشركة القابضة لكهرباء مصر. يهدف العقد الموقع إلى توريد برمجيات نظام التحكم وإدارة شبكة الطاقة وإقامة بنية تحتية ذكية لقياس الطاقة بمنطقة الدلتا بقيمة تبلغ حوالي 40 مليون يورو. يتم تمويل هذا المشروع من خلال هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، ويشمل المشروع عدد 10 محولات للمحطات وعدد 42 لوحة توزيع، بالإضافة إلى 100 وحدة لربط حلقي ذكي وعدد 175,000 عداد ذكي. أكد وزير البترول طارق الملا أن المناطق الجغرافية البترولية ملتزمة بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتنسيق كامل ومستمر على مدار الساعة مع وزارة البيئة، وتوفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفريق العمل، وذلك للإسراع بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي. جاء ذلك خلال اجتماع وزير البترول مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول العاملة بمحافظتي السويس والبحر الأحمر وفقا للاشتراطات البيئية، ذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لحل مشكلة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول في مياه خليج السويس. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري ما بين مصر والدول العربية سجل 21.9 مليار دولار، ذلك خلال أول 9 أشهر من العام 2022 مقابل 18.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2021، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار بارتفاع قدره 18.9%. وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات المصرية للدول العربية بلغت 8.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2021، بزيادة بلغت 620 مليون دولار وبارتفاع بلغ 7.6%. وإلى سوق المال مشاهدين، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات مرتفعة. ربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 951.3 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.35% ليغلق عند مستوى 14,838 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 0.89% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة، فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة بلغت 0.83% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. نبدأ بالدولار الأمريكي الذي يسجل 14 جنيها 59 قرشا للشراء مقابل 24 جنيها 66 قرشا للبيع. اليورو يسجل 25 جنيها 83 قرشا للشراء مقابل 25 جنيها 92 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني يسجل 29 جنيها 9 قروش للشراء مقابل 30 جنيها وقرشا واحدا للشراء. هذا فيما لا وصل به العملات الأوروبية والأجنبية مقابل الجنيه المصري. إلى العملات العربية، الدرهم الإماراتي يسجل 6 جنيها 9
وستين قرشا للشراء مقابل 6.71 جنيه للبيع، فيما يسجل الريال السعودي 6.54 جنيه للشراء مقابل 6.56 جنيه للبيع. قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشانغ لرؤساء منظمات دولية أن النمو الاقتصادي لبلاده سوف يحظى بانتعاش مستدام، وذلك من خلال تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا المعدلة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة الصيني مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا، وذلك في هوانغشان. وخلال المحادثات شدد لي على أن الصين سوف تحافظ على سعر صرف ثابت وبشكل أساسي، مما يساعد على استقرار سلسلة التوريد العالمية. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى الزملاء، إليكما. شكرا لك رجاء رمزي.